النبي صلى الله عليه وسلم مثلا مش لما يموت خلاص بقى يعني يستريح، لا، حتى في قبره كلما سلم احد عليه بلغه الله السلام. حتى في الاخره خلاص، طب النبي عمل كل ما بيوسع في الدنيا، في الاخره تجد ان النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيره تجده عند الصراط يثبت المؤمن قبل ان يسير في الصراط، تجده عند الحوض يسقي امته. شوف امته عدده قد ايه، ده النبي صلى الله عليه وسلم يقول انيه الكوثر بعدد النجوم، والحوض انيه كثيره ومساحه طويله، ويسقي امته الشريفه صلى الله عليه وسلم، ويشوف ناس عليها اثار الوضوء يجري عليهم عشان يجيبهم، والملائكه تصرفه وتقول ارجع، فيقول امتي، فيقول انك لا تدري ماذا احدث من بعدك، ويروح يشفع ويسجد حتى الشفاعه ويطرق باب الجنه صلى الله عليه وسلم. مواقف كتير جدا يعني في كتب في مساله مواقف في النبي صلى الله عليه وسلم في الاخره، بس ده غير الدنيا. شوف الحرص المستمر حتى في الاخره، ويظل يشفع حتى بعد ما دخلوا الجنه وناس دخلت النار. في بعض الروايات وردت ان النبي يشفع لهؤلاء الناس اللي دخلوا في النار. يعني شوف حتى بعد ما دخل الجنه يظل يتذكر امته ولا ينسى صلى الله عليه وسلم، بل كان يجلس مع اصحابه ويقول اشتقت لاحبابي، فقالوا نحن احبابك يا رسول الله، قال بانتم اصحابي، احبابي الذين امنوا بي ولم يروني. شوف بيفكر فيك في المستقبل صلى الله عليه وسلم.